لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح للميزان بعد كده. مواليد الميزان عندهم القمر في منزل العمل، وده بيديهم ممكن يحط على عاتقهم مسؤوليات، يعني زي ما بيقولوا تسكل كاهلهم، لكن هيكون عندهم الاستعداد لتحمل المسؤولية، ويقدروا ان هم فعلا ينجزوا، لان القمر بيدعمهم صحيا، ممكن يديهم طاقة ونشاط واصرار على ان هم يقوموا بالواجب اللي عليهم على اكمل وجه.